وبينضم إلينا الآن دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة. أهلا بك دانا ومرحبا. وكان هناك تحذيرات سابقة من بني جانتس لسكان الشمال من أنها أيام صعبة وحرب حقيقية بالفعل. آخر التطورات وآخر التفاصيل لديك دانا فيما يتعلق بهذا الخبر؟ نعم، هنالك تقديرات إسرائيلية تقول أن هذه الصليات الصاروخية كانت قد جاءت ردا على اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد وحدة نصر في حزب الله، وهو أكبر قائد يتم تصفيته على حد تعبيرهم منذ بداية الحرب. وهنالك العديد من الاستهدافات كانت خلال اجتماع لقادة حزب الله، حيث أطلق حزب الله صليات صاروخية مكثفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى الجولان الكوري المحتل. وتعتبر هذه الصليات الصاروخية هي الأكبر منذ 8 أكتوبر، سواء من حيث العدد أو النوع، حيث دوت صفارات الإنذار في الصفد ومحيطها وفي طبرية وعشرات البلدات في منطقة الجليل الأعلى والغربي الأسفل للتحذير من إطلاق طائرات مسيرة أو رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية. كذلك الحال كانت صفارات الإنذار قبل دقائق لا تتوقف، حيث سمعت أصداء الانفجارات في كل أنحاء الجليل الغربي والأسفل. وإذاعة جيش الاحتلال كانت قد أفادت أنه تم إطلاق وابل من 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو الجليل والجولان، وأيضا أنها كانت قد وصلت إلى أكثر من 32 بلدة إسرائيلية. شكرا لك دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة على كل هذه التفاصيل.